خمس سنوات خصمت الحرب من رصدهم العلمي، ومن تحت ركام الحرب يعودون لاستكمال مشوارهم، حيث يحاول هؤلاء الطلبة استكمال ما تبقى من مسيرتهم التعليمية هنا في كلية الآداب بجامعة تعز الواقعة في خطوط التماس بمربع العرضي شرق المدينة. نعود اليوم إلى كليتنا، كلية الآداب، بعد غياب خمس سنوات. فتفاجأنا بالكلية أنها مدمرة، القاعات الكلية بأكملها ليست صالحة للدراسة، فنطالب من الجهات المعنية والجهات الخاصة أن تقوم بدعم هذه الكلية وإعادة تأهيلها إلى الدراسة. عدنا للدراسة في هذه الكلية بعد مضي أربع سنوات من الحرب والدمار. عدنا إلى هنا لتطبيع الحياة رغم عدم توفر الإمكانات التي تساعدنا لمواصلة الدراسة في هذا المكان. نأمل من الجميع المساعدة، مساعدتنا في إعادة الكلية وإعادة مقوماتها التي تؤهلنا للدراسة في هذا المكان. تحكي هذه المشاهد حجم الخراب والدمار الذي لحق بالكلية جراء استهدافها بقذائف الميليشيات منذ اندلاع الحرب، كما أن تمركز الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون فيها بحسب وصف الأجهزة الأمنية ألحق أضرارا كبيرة بها في مختلف الأقسام والمرافق وقاعات التدريس. العودة جاءت أيضا والمباني ما زالت مدمرة ويعشعش فيها الخراب، وكان لابد للسلطة المحلية أن يكون لها دور في إعادة ترميم هذا المبنى، وأيضا المنظمات التي مثلا تعمل في اليمن أو في مدينة تعز أن يكون لها دور. وأنا أوجه دعوة لهذه المنظمات أن يكون لها دور في إعادة ترميم وتأهيل مبنى كلية الآداب حتى يتم استيعاب كافة التخصصات وعودة كل الطلاب، لأنه حتى الآن لم يعد سوى قسمين، هو قسم الدراسات الإسلامية وقسم الإعلام. الازدحام الشديد في كليات جامعة تعز واكتظاظ القاعات بالطلبة هو ما دفعهم إلى إطلاق مبادرات النظافة حتى يتسنى لهم بدء الدراسة في عامهم الجامعي 2019 من هنا، خصوصا بعد توقفهم عن التعليم في هذا المكان لمدة خمس سنوات. بإصرار عجيب يحاول الطلبة هنا الانتصار للعملية التعليمية، إلا أن ركام الحرب والدمار يقف عائقا أمامهم. وسط دعوات للسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني الوقوف إلى جانبهم وتأهيل ولو جزء يسير من هذا المكان حتى يكون صالحا للدراسة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.